بحلقة اليوم اللي رح نعمله بدنا عرس. حطيت بوست على انستغرام وأكشن، هلأ اللي عم يحضر الحلقة بيعرف كانوا تو بوست اللي كانوا كافرين أنه كان عنا كثير طلبات صراحة. نحن طالعين على الحدود السورية تقريبا، على بس ضمن المناطق المنطقة اللبنانية بقى على الغرب تحديدا على يم من بعد مشوار طويل وصلنا على بيت وائل. بلشت القصة على الانستغرام، قلنا هيدي السنة قلت عبالي اعمل عرس، عبالي يكون في عنا فرحة بهيدا الشهر المبارك. وبعرف انه نحنا بهيدي الظروف بالبلد الشاب اللبناني اللي يتزوج اليوم صارت يمكن مهمة شبه مستحيلة، يعني بين انه اليوم الاسكان واقف او القروض منا ماشي او انه يقدر يعمل عرس. صح صحيح. فقلت حطيت بوست انا على الستوري اللي عبله يتزوج ومنه قادر يراسلني. ما بكذب عليكم، اجا كثير حالات كثير ناس عبالها. كان بيناتهم شيخ الشباب مين؟ وائل. حبيبي. رغم انه وائل كان كثير بعيد ونحن بهيدي الموسم بلدنا كثير مناطق، يمكن كمان عم نتعب، بس انه لا حبيبي رح نطلع رح نطلع حبيبي ورح نفرح رح نفرح حبيبي. هلا جاي اول شيء اخذ مباركه منكم واحكي معكم واتعرف معكم ونقضي النهار الحلو، ومن بعد بقى نعمل ضرب بمين؟ مين على خطيبتي؟ بالعروس. بالعروس 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 بنتقل الضرب على العروس. خيي طقله بنتقل ولا طقل؟ طقل يا خيي كنت بتطار دغري. خيي اول شيء حضرتك والده لوائل. نعم تعاطف كثير استمرار. والده لوائل. كم ولد عندك؟ عندي صبيين وبنت. الله يخلي لك اياهم. ابني الكبير مجوز وبنت الثانية كمان مجوزة وبكندا هي. بعد في صغير. بعد في صغير. ايوه صغير وصلوا مدي يعني عم يحاولوا انه يتجوزوا احوال المادية ما شو عم تعمل هلا وائل؟ انا عندي صالون نسواني، فتح محلك عادي ثلاث كراسي يعني وبشتغل فيه يعني بالصيفية الشغل بس بالشتوية الشغل كثير خفيف يعني ماشي الحال يعني. وقد صلك انت وعلا؟ اللي انا وعلا شيء 8 اشهر تقريبا. 8 اشهر. ايه بالضبط تقريبا. واهلتها موافقين على الزواج؟ ايه اكيد اكيد كل شيء اكيد. حطيتهم بالجو لما حكيناك؟ ايه حطيت بس بي والام بس ولا مش عارفين بشيء ولا حدا عارفين بشيء بس اما بي مش عم يكون معهم علم يعني. نعم ضرب فيها خلص نحن قد الضرب ونحن مع الضرب. مع الضرب بس ضرب اكيد خفيف لحتى نفاجئها. مش مشكلة. جهزي حالك العرس رح بيكون هالمرة علينا بدك علينا. اوكي اكلنا على الله. ايه حضرتك؟ خالتي. خالتي كيف رضاك عليه؟ يا رب. حضرتك عمو اهم شيء يكونوا مرضيين ومرت عمو ومرت خال. الوالدة بعرف انه ايه توفيت امي. توفيت بدي صار لها 5 سنين يعني امي توفيت. الله يرحمها. الله يخلي اهلها. كيف يعني بعد هلا ما بنسى يعني يعني هلا اصلا بضل امي ببالي على طول يعني ما بتروح من بالي. ارادة ربنا هيدي هي شو بيعمل الانسان يعني. حتوفت امي على ايدي يعني كلمه هيك ما عم بنسى الموضوع يعني. هي كانت كان معها كانسر يعني وعشر شهور ما ضيعت يعني كان عمرها 56 سنة بابا 56 سنة وهيك يعني بعدني كانت أمي بعدني راحت يعني عشر شهور ضليت عشر شهور من العملية بوتيت ديو عند الدكتور لأن اللبك يعني وتحيدة توضع تشير تسوح تسوح يعني من مية من مية من مية آخر شيء توفت بالمستشفى. ندعي لها هيك يا رب. الله يخلي اهلك حبيبي تكون مسويج على مسواها الجنة. الله يخلي اهلك حبيبي. ليك الدنيا الموت حق الواحد طبيعي. بيزعل كثير طبيعي طبيعي والعمر هيدي هي بس تعرف شو احلى شيء فيها كلها الحياة هو الواحد انه يكون مرضي لاهله. اكيد الحمد لله انا اخي هيدي رحلة عم نقطعها بيسبقونا بنلحقهم يمكن او نحن بنسبقهم 100% صحيح هيدي الحياة بدي اتاقلم معها 100% والاهم من هيدا ما تنساها بحياتك. ابدا هيدي يا ويله ابدا انا هيدي هيدي نقطة ضعف أمي يعني هي اللي بتكون نقطة ضعفك ونقطة القوة أكيد عندك لحتى تضلك تستمر أكيد وتوقف وتقول لو هي عايشة حتقول صدق يا محمد والله مش ما عم بحكي هيك بس صدق مرضي صدق إنه أنا يعني أنا بكل خطوة بعملها صدق بكل شيء بعمله يا ريت بتكون أمي معي بكل شيء بعمله بحياتي بكل شيء هلا بالشغل اللي عم بشتغل بحياتي بس بضل الواحد هيك مغص بحياتي في نقصة بس إنه الحمد لله يعني إرادة ربنا بس استمر الحياة. شو بتقول كيد رح تعمل لو إننا رح نعمل مفاجأة بالعرس؟ أمي كانت كيف
أكيد. أصلاً كانت إلهم يعني كانت إلهم. أنا عندي 3 أولاد، وجدي وحنين شيء، وأنا عندي وائل شيء ثاني يعني. فرحة وائل فرحة الكل.